كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الدولة أنفقت 400 مليار دولار بما يعادل أكثر من 6 تريليون جنيه لتحسين جودة معيشة المواطنين. وأضافت الوزيرة أنه عندما أطلقت الدولة رؤيتها 2030 كان الهدف الأساسي هو بناء الإنسان المصري. الدولة المصرية بذلت جهد كبير السنوات السبع الماضية، نتكلم على مشروعات قومية وصل الإنفاق فيها إلى 400 مليار دولار، أكثر من 6 تريليون جنيه مصري. عندنا المشروع القومي حياة كريمة اللي هو أيضا بيستهدف حوالي أكثر من 50 مليار دولار أمريكي على مدار 3 سنوات، وهو أكبر مشروع تنموي في العالم. كل هذه المشروعات هدفها الأساسي تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.